في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الكرمة من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة كانت بصدد تمرير شحنة من المخدرات باتجاه ولاية وهران. هذه العملية النوعية جاءت بفضل استغلال الأمثل للمعلومة والتنسيق المحكم بين وحدات المجموعة، فضلا عن وضع خطة ممنهجة ومدروسة للإيقاع بالمتورطين، أفضت إلى توقيف شخصين ضبطا بأحد شواطئ دائرة عين الترك كانا بصدد استلام شحنة من المؤثرات العقلية القادمة من إحدى الدول الأوروبية. وبتكثيف التحريات والتعمق في التحقيق، تم توقيف شخص آخر ينشط ضمن عناصر هذه الشبكة الإجرامية. أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص في الثلاثينات من العمر، وحجز 14487 قرص من المخدرات الصلبة نوع إكستازي، وكذا 206 جرام من مسحوق هذه المادة. تم تقديم الأطراف المعنية أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك حول جناية التهريب على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني والصحة العمومية، والقيام بطريقة غير مشروعة باستيراد المؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة.